بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اليوم طريقة رز بحليب، كاستين رز منقوعين إن شاء الله، حطيت عليهم 3 كاسات مي وتركتهم يغلوا على الغاز، وبس يغلوا إن شاء الله بطفي هيك الغليان، بطفي تحتيهم، وبعد ربع ساعة بورجيكم كيف بصير شكلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك صار الرز بعد ما تركته على الغاز والمية، اللي هو 2 كوب رز و3 أكواب مية انسلقوا. هاي هيك طلع النشا اللي فيهم. هسه هيك رشة ملح صغيرة مع بيكنج باودر مع فانيلا، طبعا مكعب زبدة، إذا عندك قشطة رفي بالغرض، 2 كوب سكر، 2 كوب حليب بودرة، 2 كوب مية ساخنة. هيك نتركه عشان ما يغلي مظبوط ويتسبك، بعدين نسكبه بصحون وبنزينه بطريقة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم. هيك طريقة تمصير. طبعا ما نحتاج نشا ولا اشي، الاطيب والاحسن يكون نفس نشا الرز اللي يكون طلع. بس طريقة السكب هاي راح نطفي عليهم، نسكبهم بالصحون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وبنزينهم حسب ما بتحبي. هيك رز بحليب جاهز، وهي زيناه بزبيب وجوز، وصحتين وعافيه.